برج راح نبني، راح نجيب قطعه معدن او قطعه من ماده في الالاستيك ريجن. هاي القطعه مثلا، راح نيجي القطعه هاي لان نتعرضها لفورس بهذا الاتجاه، راح تتعرض لفورس بهذا الاتجاه اف، وطبعا راح يصير عليها فورس بهذا الاتجاه هون اف، فهي ثابته مكانها وفي عليها فورس. في عندي اريا هون، خلينا افترض انه الاريا هون هذه هاي دبليو وهاي الثيكنس دبليو الثيكنس. هلا القاعده الاساسيه الاولى، هاي الماده حتضلها في الالاستيك ريجن، ايش اللي لازم اتجنب اني ازيد عنه للماده هاي؟ الفورس الستريس. اي ستريس؟ يلد. في عندنا اليلد وفي عندنا اليو تي اس الالتيميت تنسايل ستريس. هلا هون اذا اطلعنا على ستريس سترين دايجرام، هي عندي هون سترين وهي ستريس للماده، واذا كان هذا انا بالغت فيه بس هو يمكن ما بكونش هيك لحد النقطه هاي، وبعدين هون راح اخرج من الالاستيك ريجن، وفي نقطه معينه راح اضربها من هون خلص بتنهار الماده. يعني في تو فيزز، في فيز راح تضلها الاستيك كل ما بشيل عنه بترد بترجع مره ثانيه. هذه النقطه عندنا هي اليو تي اس، يعني هذا هو اليو تي اس. وفي نقطه ثانيه راح تكون هي، عفوا هذه اليلد. هلا بعد هاي النقطه بصير في عندي بيرمننت ديفورميشن، الماده ما بترد ترجع. طبعا اذا انا بدي اضل استخدمه هذا الجهاز باستمرار ما بدي اخربه، فبدي اخليه دائما في الالاستيك ريجن. فعندنا هذه بهمني اني ما اتجاوزهاش. مثلا للستيل اليلد تقريبا 350 ميجا باسكال، في حين اليو تي اس تقريبا 520. طبعا تعتمد على نوع الستيل، في ستيلز اعلى من هيك انواع مختلفه، بس مثلا احد انواع الستيلز عندي 520 ميجا باسكال و350 ميجا باسكال. نعم دكتور، مش اذا ضلينا ناثر فيها على قوه حتى لو اقل من اليلد ستريس، مش ممكن يطلع في عندنا فتيج في الماده؟ طب صحيح، بس انا يعني ما بديش ادخل، مش تخصصي يعني ما بدي ادخل فيها، بس صحيح بصير عندنا فتيج وبصير في عندنا كراكي اذا ضليت اعمل ريفيرس. يعني اذا هون حتى احنا بالمنطقه هاي واحنا باليد، اذا ضلينا نحط فورس ونشيلها على الماده، ممكن بعد فتره يصير في عندنا فتيج، وبتاخذوا هذا بالسترينث الاس ان كيرفز والريفيرسز، بعد مليون مليونين 3 ملايين ممكن يبدا يصير في عندي كراكس في الماده هاي وتتكون، وامكانكم تدرسوا وتشوفوا شو الليمت اللي ما لازم اتجاوزه حتى ما ادخلش بشغله الفراكشر. اذا احنا بدنا نتجنب اليد، بدنا نحاول نضلنا في مسار تحت اليد بحيث انه هاي الماده اضل اعملها. فكل ما بعمل، كل ما عمالي بقيس الماده هاي وبرفع عنها، بقيس الماده هاي برفع عنها، عماله بصير عندي. وطبعا الاتجاه اللي بهمني هون اللونجيتيودنال سترين راح يصير بهذا الاتجاه، وعمودي عليه راح يكون ايش سميناه؟ ترانسفيرس. فعندنا عمودي عليه راح يكون الترانسفيرس واوميجا ال. هلا ايش راح يصير عندي في هون؟ اذا اديت الفورس هيك راح يصير في عندي تنشن. ايش راح يصير بالسترين جيج اللي بحطه بهذا الاتجاه؟ راح يزيد، مش هيك؟ راح تزيد مقاومته. طيب لو حطيت عمودي عليه كمان سترين جيج، ايش راح يصير بالسترين جيج العمودي عليه؟ راح يقل، لانه اذا شديته هيك راح تكمش الماده، بس اذا ضغطت الماده شو راح يصير هذا؟ بنفس الريشو، وما فيش ايفيدنس انها مختلفه، هي نفس الريشو اللي ايش سميناها؟ بوسون ريشو. إذا شوفوا الخطة تبعتنا، شو الخطة تبعتنا بدنا نعمل؟ إحنا بدنا مقاومة تزيد ومقاومة تنقص عشان أقدر أعمل فور آرم بريدج. إذا راح أحط إيش راح أحط؟ راح أحط مقاومتين بهذا الاتجاه. وطبعاً بدي أكون حذر جداً لما ألزق هاي المقاومة، راح تشوفوه بالفيديو، ما بصير تكون زايحة 5 درجات أو 10 درجات، عم بخرب علي من السنسيتيفيتي مزبوط؟ وعم باخذ نويز عماله من هون. فالمفروض طريقة التلزيق بدك تكون حذر جداً بالتلزيق لما تلزق هاي المادة أو تعملها تعملها جلوينج. هذا الدايركشن مهم جدا يكون موازي لل، حتى يكون باتجاه اللونجيتيودنال ستريس او سترين. ونفس الشيء هذا اللي هون بده يكون كمان نفس الشيء، اتاكد انه 90 درجه، عشان لانه هذا سترين جيج ما راح يشوف غير، يعني هو سنسيتيف في دايركشن معين وانسنسيتيف للدايركشن العمودي عليه، وهي بنسميها كروس او ترانسفيرس سنسيتيفيتي، موجوده في الداتا شيت. يعني ما فيش شيء راح يكون 100%، بس احنا بنحاول هذا يكون احسن ما يمكن. يعني يمكن انت تيجي تقول لي انا راح احط ورقه راح اقيس بالضبط وراح ارسم خط رصاص وبعدين راح الزق هذه عليه حتى اتاكد انها هاي مضبوطه، مش بالنظر، مش لازم الزقها بالنظر من هون، ونفس الشيء هذا من هون. اذا احنا خطتنا الان راح نلزق اثنين من هدول هيك وراح نلزق اثنين من هدول هيك، هدول راح نسميهم ار بلس وار بلس. مش معنى دائما انهم بيزيدوا، هم بيكونوا بيزيدوا هدول اذا كان الفورس بهذا الاتجاه وكان هذا اندر تنشن.
وهدول التنتين راح اسميهم R minus و R minus. اوكي، وبامكانك تلزقهم على هذا الوجه، بدك تلزقهم على هذا الوجه بصير من هون زي ما بدك، كان تلزقهم هون على هذا الوجه او هذا الوجه نفس الشيء. اذا تكون عندي صار هدول. هلا خلينا نطلع على المقاومه هاي شو راح يصير فيها، او خلينا اول شيء نطلع على نفترض انه عندي هلا راح يصير بهذا الاتجاه راح يصير ابسلون ال راح اسميه، وبهذا الاتجاه راح يصير عندي ابسلون تي، والعلاقه بينهم ايش هي؟ عندي ابسلون تي بتساوي ماينس ميو ابسلون ال. راح اخلي اشاره الماينس هون وراح استعملها بعدين لما اعوض. هلا خلينا نبدا شوي شوي. هلا بدنا نطلع على الدائره هاي اللي موجوده هون. هلا هذا الاوتبوت فولتج ايش بيساوي؟ راح يصير عندي هلا تغير في المقاومات هذول، وراح يصير في تغير في المقاومات هذول. ففي عندي راح يصير في اوت بده يساوي في ان، او اذا ما بدك في ان يعني خلينا نسميهم هذول في اي وهذول نسميهم في بي. هلا مين راح يكبر؟ راح يكبر هذا. خليني اعكس بس الكونفنشن، راح اسمي هذه هون في اي وراح اسمي هذه في بي، عشان بالكونفنشن انه هاي الزياده راح يصير في زياده هون. لما يصير في زياده هون ايش راح يصير بالفولتج هون؟ راح يرتفع. راح يصير في زياده هون ونقصان هون، ايش راح يصير بالفولتج هون؟ راح تنزل. فعندي راح اسمي في اوت هي في اي ماينس في بي. خلينا ناخذ في اي، في اي الان راح تساوي في سورس، راح اسميها في هون بس كابيتال في، فراح تصير عندي في اي، وهون راح يكون عندي في داخلها هو ار بلس على ار بلس بلس ار ماينس، مزبوط؟ وهون ناقص، لاني راح انا راح اقيس في اي ماينس في بي، راح يصير عندي في، وهون عندي نفس الشيء راح يصير R plus مش هيك؟ عفوا R minus راح عندي هاي minus على R plus minus plus R minus، مزبوط؟ هلا خلينا نطلع شو راح تصير هي R plus هذه، كيف راح تزيد؟ راح تزيد بالتناسب مع مين؟ R plus. خلينا نطلع أول شيء، نترك R minus. R plus إيش راح سبب تغيرها هون؟ إبسلون L مش هيك؟ بس أنا في عندي إشي بضربه في إبسلون L اللي هو كان إيش بتتذكره؟ الجيش فاكتور مش هيك؟ كي. فرح تصير عندي هلا ار بلس بتساوي ار الاصليه. هلا ار الاصليه لها اسم مهم اللي هو انستريند ريزيستنس. لما تروح انت تشتري سترين جيج راح يقول لك صاحب السترين جيج او الشركه راح يقول لك هذا النومينال ريزيستنس تبعته او الانستريند ريزيستنس ار هي يا اما 350 يا اما 1000، وانا نسيت الرقم الثالث 120 اوم. عاده معظم الميتال فور سترين جيجز راح تلاقي الانستريند ريزيستنس. ايش يعني انستريند؟ يعني من دون اي فور، يعني لما طوله من علبته من الشركه هو جاي من علبته النومينال، طبعا هاي نومينال ريزيستنس راح تكون يا اما 120 اوم يا اما 350 اوم يا اما 1000 اوم. بدك تقرر انت تشوف. وبدنا ندير بالنا احد الاشياء المهمه لما تفتح الداتا شيت، الكرنت اللي بدك تمرره فيها ما لازم يزيد عن حد معين. ليش؟ عشان ما تحمى، عشان ما تزيد الحراره، ما بصير تزيد الحراره عن حد معين. ولذلك لما بصمم هذا البريدج وبختار الفولتج اللي هون والكرنت راح يمر من هون بدنا نكون حذرين جدا انه ما يزيد عن الكرنت الموجود في الداتا شيت، عشان هذه ما تحمى. لانها اذا حميت شو بتعمل لي يا تامر؟ بدها تصير تزيد الحراره، ترفع الحراره وتسبب مشاكل بالها. اذا هون عندي هذه راح تصير هي قيمتها الاصليه زائد كي ابسلون ال، وعندي ار ماينس بتساوي ار في 1 ماينس كي ابسلون تي، مضبوط هيك؟ مضبوط، لانه هذا وهذا طبعا هون الجيج فاكتور زي ما اتفقنا في بدايه المحاضره هو راح يكون راح اطلعه من الداتا شيت. بدي اطلع الجيج فاكتور تبعه، هو راح يعطيني الفويل، راح اقول لي الفويل هذا الجيج فاكتور تبعه او ميو تبعته هيك، ومنها بستنتج او بعطيني الجيج فاكتور مباشره. اذا خلينا الان نبدا نعوض هذول الاشياء، نعوضهم هون. بصير عندي هلا في اوت بدها تساوي في برا، بقدر احطها برا اطلعها كلها برا، راح يصير عندي الان هدول هيك بهذا الشكل. لاحظوا هذا المقام نفسه. فبقدر اني اجمعهم هون، فخلينا احطهم هون. بصير عندي هلا ار بلس هي 1 زائد كي ابسلون ال في ار بلس ار في 1 ماينس في 1 ماينس كي في ابسلون تي، مزبوط هيك. وبعدين عندنا فوق هلا راح يصير ار بلس هو ار في 1 زائد كي ابسلون ال ماينس، راح يصير عندي هون ار 1 ماينس كي في ابسلون تي. لاحظوا هون الماينس ماينس بيساعدوني، احنا هيك كنا متفقين، لانه لما عملنا هون هلا لانه الماينس ماينس، بس احنا بتعملنا شغله غلط. رديت يا بحط ماينس هون يا بحط الماينس هنا، بس رح احطها بالتنين راح تعكس الهاي. اوكي ماشي، يعني يا بنحط الماينس هون بفترض انها انا بعرفش انها زادت او نصف، بفترض انها زادت وبعدين، او بخلي هاي كماجنتيود
يعني هذا هون بنركز عليه كماجنتيود، واحنا لوجيكلي من هون عارفين انه واحد منهم اندر كومبريشن واحد اندر تنشن، فطرحنا من هون. اوكي مش انا قلت هون واحد ماينس، فكاني مقر انه ايش رح يصير ار ماينس رح تنزل، فرا صارت ماينس من هون لماينس ماينس بتصير بلس بتساعدني بتزيد السنسيتيفيتي. اذا خلينا نحاول نعالج هذه من هون، هل رح يصير عندي ار وار رح يصير عندي تحت كل الارز بتروح مع ار اللي فوق بس اللي تحت بيجمع اللي فوق ار هاي وار هاي بيشطبوا مع بعض بيصير عندي ار بلس ار كي ابسلون ال ماينس ار ماينس ماينس بلس ار كي ابسلون تي. هلا هاي الار تشطب مع هاي الار تحت عندي ار وار هاي ار وار بتصير 2 ار بعدين بيصير عندي ار مضروبه عندي هذا ناقص هذا مش هيك يعني عندي مضبوط فبصير عندي هلا كي ابسلون ال ماينس كي ابسلون يعني فعليا كلهم بروحوا مع بعض الارز دكتور لو اخذناهم عامل مش لو طلعناهم برا طلعناهم برا هلا بصير عندي في هلا هون بيطلع هلا الار من هون زي ما حكى احمد سمير والار من هون بيطلعوا برا والار هاي والار هاي بتطلع برا وبشطب كلهم مع بعض خلينا نشوف شو بضل عندنا جوا هلا بضل عندي هون والكي كمان بقدر اطلعه بقدر اطلعه من فوق الكي لانه هي كي وهي كي عندي فبقدر لهان هون احط هون كي هلا شوف شو بضل عندي فوق بضل عندي ابسلون ال ماينس ماينس ابسلون تي على 2 هاي 2 راح تصير وبعدين عندي هون راح يضل كي ابسلون ال ناقص كي ابسلون تي مظبوط هيك مش فوق في البسط بتصير ابسلون ال بلس ابسلون تي لانه ماينس مع الماينس في البسط مظبوط صحيح هلا بدي اعوض محل ابسلون تي ايش بدي احط نيو ابسلون ال فبصير عندي هلا هون كي في وهون بصير عندي ابسلون ال 1 زائد نيو وهلا هون مش راح استفيد منه هذا لو استفدت منه لو حاولت اخذ التبسيط من هون لانه اصلا ابسلون ايش هي الرينج تبعها قيمها يعني قديش متوقع تكون السترين صغيره كثير 20 بالمليون 200 بالمليون مثلا بهذه الحدود فهذه صغيره جدا بالنسبه لهاي هلا لو ضربت تتذكروا كنا نقول احنا نضرب 1 ماينس دلتا 1 بلس دلتا لو ضربت راح يطلع معي رقم صغير كمان هون بالنسبه لهذا الرقم فهاي بقدر اعتبرها اللي تحت موجوده هون تقريبا مساويه ل 2 وراح اهمل هذول اللي موجودين فبصير عندي الان ابسلون ال كي في على 2 مضروبه في 1 زائد ميو اوكي طلع هلا على هاي هلا هذه هون شو اعطتني هاي اعطتني اوتبوت فولتج الانبوت دلاله الانبوت ايش هون ابسلون ال بدي احولها انا لاف هلا المرحله اللي بعدها هلا بنحولها لا